بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج وورد يمكنك مجانا وبسهولة وخلال ثوان بسيطة عمل كيو آر كود لأي رابط أو نص تريده. سأعمل كيو آر كود لقناتي على يوتيوب، قناة اسألني، وهي القناة التي تتابع عليها هذا الفيديو. أنسك رابط القناة من المستعرض وأعود إلى برنامج وورد وأكتب العبارة التالية: Display Barcode، ثم علامة اقتباس وهي مفتاح شيفت مع حرف ط على لوحة المفاتيح، ثم ألصق الرابط وأغلق علامة الاقتباس وأتبعها بكتابة QR. أحدد العبارة التي كتبتها ثم أضغط Ctrl مع F9 على لوحة المفاتيح لوضعها ضمن حقل، ثم أضغط F9 لتحديث هذا الحقل. يقوم وورد بتحويل الرابط إلى QR Code. إن رغبت أن يكون النص بشكل باركود، اكتب كود 128 بدل QR في نفس العبارة السابقة. إن أعجبك الفيديو ادعمه معنويا بالإعجاب والتعليق، أو ماديا بالضغط على شكرا أو ثانكس أسفل الفيديو. إن كنت من هواة برنامج وورد اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.